بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي العزيز. زي ما في ناس بتقول لنا ان احنا لا مؤاخذه بنجيب تصريحات بتدعو الى الفتنه وبتعمل مشاكل وبتؤجج الى المشاكل، احنا برضو جايبين لك تصريح نضيف كده من قائد المنتخب المغربي رومان سايس او غانم سايس، الراجل اللي ما كانش عنده اي مشكله انه يطلع يشكر في لاعب جزائري ويطلع يقول على لاعب جزائري انه هو شايف ان هو ده افضل لاعب عربي في العالم. بس الموضوع سهل جدا وبسيط. الراجل قال لك ان انا لعبت مع رياض محرز في الاوفر الفرنسي، انا اكتر واحد عارف امكانيات رياض، انا لعبت مع رياض ولعبت ضد رياض. هتقول له يا صاحبي هو فعلا لعب ضد رياض؟ اه يابا، نجم ولفرهامبتون السابق كان بيلعب قدام ولدنا محرز، لعب مانشستر سيتي، والراجل عارف امكانيات محرز كويس، والراجل قرر ان هو يطلع نوعا ما يدعم رياض محرز في ظل البلبله اللي موجوده في حوارات محرز حاليا مع منتخب الجزائر، وطلع قال لك ان لا مؤاخذه يعني هو شايف ان محرز افضل لاعب عربي موجود في العالم حاليا، وكمان رياض محرز لسه عنده كتير ما قدموش في الدوري السعودي، وان رياض محرز لسه يقدر يقدم اكتر من كده بكتير مع فريق الاهلي السعودي. وانا بصراحه متفق معاه جدا على الموضوع ان محرز لسه ما قدمش ربع اللي عنده في الاهلي السعودي، يعني انا متفق جدا. اي نعم الاهلي عنده مشاكل في عمق الملعب مخليه موضوع الاطراف ده صعب شويه، وفي لعيبه نوعا ما خذلوا الاهلي، في لعيبه اجانب خذلوا الاهلي، فالقصه بالنسبه لمحرز كانت صعبه شويه، ولكن محرز لسه عنده كتير. تصريح محترم من قائد المنتخب المغربي عن قائد منتخب الجزائر، تصريح تاني وتالت ورابع بيدل على حد محترم جدا زي رومان سايس، ما عندوش اي مشكله ان هو يطلع يتكلم على نجم منتخب الجزائر، لان في الاول وفي الاخر كره القدم بتتلعب بس داخل الملعب، وتاني وتالت ورابع الصداقات بتاعت اللعيبه بتكون دايما بره الملعب، فانت بتتكلم على منافسه داخل الملعب، بره الملعب كلنا اصحاب والدنيا بالنسبه لنا تمام. فتصريح محترم جدا بالنسبه لقائد المنتخب المغربي عن قائد المنتخب الجزائري، وفي كل الاحوال نتمنى التوفيق سواء لقائد المنتخب المغربي في ماتشين المنتخب المغربي الجايين او لقائد المنتخب الجزائري مع فريقه ولما يرجع ان شاء الله لمنتخب الجزائر. وكنا معاك على قعده يا ابن عمي، ندي لك تصريحات فيها بلبله وتصريحات ما فيهاش بلبله، بس المشكله فيك انت وفي انا صديقي ان احنا بنحب الحاجات اللي فيها بلبلة. زي مثلا لو ما تحبش تشرب شاي او تحب تشرب اي مشروب وفجاه لما يجي لك حاجه تسقيها فيه تلاقي نفسك عمال تضرب عادي، تقول لي ايه يا صاحبي المثل اللي يجوع ده؟ والله ابن عم عندك حق، انا هنزل تحت اجيب بسكوت اسقيه في الشرب.